مطحونين ومش مشهورين ولا محمودين على اي حاجه نعملها. يعني احنا مربيين مربيين الرجاله دي كلها ولا بنشك ولا بنتحرك. يعني مش ام ومش مرات ومش بنت ومش مشهوره. مش مشهوره. ما انتوا تحبطوا علينا بالعمل وتحبطوا علينا بالمجلس الشعب والكلام ده، لكن مش مدينا حقنا في اخوكم. هو دماغكم هو فكركم. والله اللي ممكن مصر في هذه الايام النهارده واخده حقها ثالث وثاني، والراجل هو اللي تعبان. ان شاء الله هنعرض يوم الاربعاء، ادعوا لنا ربنا يكرمنا ومنتظرينكم. العرض هيعجبكم، مسرحية محترمة مش معتمدة على الكوميديا اللي مش هادفة، بالعكس كوميديا موقف، واحنا بذلنا مجهود وبنتمنى من ربنا انه يجزينا خير عليه ان شاء الله. فطبعا ده خوف اكتر، يعني ندى جنبي استاذ اشرف، استاذ شمس، استاذ انتصار، استاذ محمود، فده يعني عاوز بس ايه دي جامده جامده جامده، يعني مش عايز اقول لك عاملين ايه بقى في الكواليس. بردانين بردانين في مصر عايم في قلب النيل، ويعني مش عايز اقول لك يعني. بس انا هقول لك حاجه بقى بجد، من كتر حبنا في بعض الحمد لله كواليسنا حلوه، العين علينا ورشه غبيه قوي 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 قوي. مسرح بيقولوا الدول يعني، وما يخافش من مسرح ما يشتغلهاش. يعني مسرح زي ده اتعلمنا دايما في المعهد، يقول لك اول ما تخش الخشب يعني حاجه اسمها هواء ساقع. الهواء الساقع ده بيبقى من لقاء الجمهور بيقعد يبقى فيه خوف دايما. اتعلمنا يعني في تدريبات الممثل انك اول ما تخش المسرح تاخدي السوكسي بتاعك، تاخدي نفسك لجوه، وبعدين تبتدي تكلمي. لو اتكلمتي على طول هتقعي، يعني معنى صح تقولي السلام عليكم هتطلع وحشه. لازم تعملي كده وتقولي السلام عليكم يعني عشان تهدي. لا طبعا المسرح مجهول يعني، ما حدش يقدر زي ما بيقولوا يتبرمج عليه يعني، معنى صح. بس طبعا شيء ممتع، وشيء ممتع انك مع الجمهور.